السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي ومادة الإحصاء وموضوع جديد، وموضوع اليوم اللي نتناقش فيه يا شباب موضوع الاحتمال الشرطي. أولا، كما وصل هذا الفيديو إليك فلا تبخل بعمل مشاركة له مع زملائك الطلاب حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع. وإذا أعجبت بالفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد يوميا من خلال قناة المنقذ التعليمية التي تقدم لكم كل جديد في مادة الرياضيات والإحصاء لجميع المراحل الدراسية التعليمية. قبل أن نبدأ نشكر الشباب الذين شاركوا معنا في حلقة النقاش الجماعية في مجموعة الواتساب، ومن هؤلاء الطلاب المتميزين الطالبة مروة محمود والطالب محمد حامد والطالبة آلاء والطالبة هاجر حمادة. هؤلاء هم الطلاب المتميزين الذين يشاركون معنا في جميع الحلقات بشكل عام في مجموعة الواتساب وحلقة النقاش الإلكترونية يوميا. اليوم هنتكلم عن الاحتمال الشرطي. لما اجي اتكلم عن لام ألف اسمها احتمال وقوع الحدث ألف، دي نتكلم عنها القانون بتاعها اسمه احتمال وقوع الحدث ألف تساوي نون ألف على نون فا. نون ألف تعني عدد عناصر ألف، نون ألف تعني عدد عناصر ألف، دي تقسيم نون فا اللي هي عدد عناصر جميع فضاء العينة، جميع الفضاء. يعني لما أحب أكتب أقول هذا احتمال وقوع الحدث ألف اللي هو اسمه لام ألف تساوي عدد عناصر ألف تقسيم عدد عناصر جميع فضاء العين. دي مهمة جدا بالنسبة لنا. من ضمن الحاجات اللي عندنا في الاحتمالات، عندنا لما يكون عندي الحدثان متنافيان، الحدثان متنافيان عندي كده ألف وعندي كده باء، تقاطعهم بفاي يبقى عندي ألف تقاطع باء تساوي فاي، وبالتالي تبقى لام ألف تقاطع باء الاحتمال بتاع التقاطع يساوي صفر، ودي مهمة جدا. طيب ممكن يكون عندي القانون بالشكل كده برضه، لام ألف اتحاد باء. احنا في الأول بنعطي مجموعة من القوانين عشان نشوف نستوعبها وناخد أمثلة عليها. لام ألف تساوي لام ألف، لام ألف اتحاد باء عبارة عن لام ألف زائد لام باء، ودي مهمة جدا بالنسبة لنا. ممكن ناخد مثال بسيط على الجزئيات عندنا. تعالوا كده ناخد مثال، أدي مثال. لو جيت أنا قلت لك إذا كان الحدثان ألف وباء متنافيان، معنى متنافيان يعني غير متقاطعان يعني تقاطعهم بفاي، وكان عندك لام ألف تساوي 1/5 ولام باء تساوي 2/5، أول حاجة احسب لي، هات لي لام ألف تقاطع باء، رقم 2 هات لي لام ألف اتحاد الباء. تعال نحل كده، ده مثال بسيط جدا بالنسبة لنا بس عشان نأكد على معلوماتنا. بيقول لك أنت عندك الألف والباء حدفان متنافيان، يبقى أول خطوة بالنسبة لنا لام ألف تقاطع الباء يساوي صفر لما كل حدفان متنافيان. رقم 2 أنا عايز أجيب لام ألف اتحاد الباء، ده عبارة عن لام ألف زائد لام باء. لام ألف عندي ب1/5 زائد لام باء ب2/5 يعطيك الناتج كله 3/5. يبقى كده فهمنا موضوع الجزئية ديت عندنا بالنسبة لنا بتاعت لما يكون عندك الحدفان متنافيان. طب تعالوا كده نكمل باقي القوانين اللي عندنا. إذا كان عندنا الحدفان غير متنافيان، إذا كان بالنسبة لنا الحدفان غير متنافيان، اللي يكون عندي أول قانون إن أنا عندي لام ألف اتحاد باء، ده عبارة عن لام ألف زائد لام باء ناقص لام ألف تقاطع الباء. لما أحب أرسم عندي، لما يكون عندي ألف وباء، أدي ألف كده وأدي باء كده، أنت عايز تجيب الاتحاد بينهم، أدي الاتحاد بينهم تاخد كل العناصر هو كده، يبقى لام ألف اتحاد باء عبارة عن لام ألف زائد لام باء ناقص لام ألف تقاطع الباء. ممكن استنبط من هذا القانون، دي بالسالب تروح بالموجب ودي بالموجب تروح بالسالب، يعني هنا انت عندك هنا اتحاد وهنا تقاطع، اخلي هنا تقاطع وهنا اتحاد. كيف؟ تعال نشوف مع بعض. هيكون عندي لام ألف تقاطع الباء، نطلع منه قانون ثاني عبارة عن لام ألف زائد لام باء ناقص لام ألف اتحاد باء.
ده قانون بالنسبة لنا مهم جدا، والقانون اللي فوق بالنسبة لنا مهم جدا. ده في حالة لما يكون عندك الحدفان غير متنافيان. تعال ناخد قانون الفن عندنا. عندي واحد حاجة اسمها لام ألف شرطة. لام ألف شرطة القانون بتاعه عبارة عن واحد ناقص لام ألف. إيه هو ألف شرطة ده؟ لما أجي أرسم كده، أدي مجموعة، أدي ألف، كل اللي بره الألف اسمه ألف شرطة، ده ألف شرطة. يبقى أنا عايز لام ألف شرطة عبارة عن واحد ناقص لام ألف. ده قانون. ممكن أطلع منه قانون تاني، إن أنا أقول لام ألف عبارة عن واحد ناقص لام ألف شرطة، بمعنى إن الشرطة ممكن تكون هنا في شرطة، هنا في شرطة، وهنا مفيش، أو هنا مفيش وهنا في شرطة. دي بالنسبة للمجموعة اللي عندنا. تعال ناخد بعد كده قانون تاني، لام ألف فرق الباء. معناها إيه اللي موجود في الألف ومش موجود في الباء؟ أدي ألف وأدي باء. معناها إيه اللي موجود في الألف؟ هو الجزئية ديت يا شباب، ومش موجود في الألف. دي عبارة عن إيه؟ الألف كلها ما عدا التقاطع. القانون بتاعها عبارة عن لام ألف ناقص لام ألف تقاطع الباء. هو نفس القانون، لما أجي أكتبها ممكن أكتبها هنا بشكل تاني، إن أنا أقول لك دي عبارة عن لام ألف تقاطع باء شرطة. لام ألف، الألف كلها لو قطعتها مع باء شرطة هيعطيك نفس الناتج، اللي هو لام ألف ناقص لام ألف تقاطع الباء. ودي قوانين مهمة جدا بالنسبة لنا يا شباب. طب تعالى نعكس القانون، بدل ما هو لام ألف ناقص باء نخليه لام باء ناقص الألف. لام باء ناقص الألف أهو، شوف كده مع بعض، أدي ألف وأدي باء. لام باء ناقص الألف الجزئية ديت أهو عبارة عن اللي موجود في الباء ومش موجود في التقاطع. يعني لام باء كلها ناقص التقاطع، شيل منها التقاطع، اللي هو ألف تقاطع الباء. دي بالنسبة للجزئية اللي عندنا. ممكن أقول إن أنا عندي لام باء ناقص الألف. لام باء ناقص الألف اللي هي عبارة عن، تبقى عندنا كده لام ألف تقاطع باء شرطة. الألف لو قطعتها مع باء شرطة هتكون عندك الألف شرطة، لو قطعتها مع باء، آسف، الألف شرطة لو قطعتها مع باء هتكون عندك لام باء ناقص لام ألف تقاطع الباء. الباء كلها لو قطعتها مع باء شرطة، لو حبينا نعملها بلون تاني عشان تشوفها قدامك، هو أدي الباء كلها، أعملها لك بلون أحمر، أدي الباء هو، هقطعها مع اللون الأخضر اللي هو ألف شرطة. فين ألف شرطة؟ ألف شرطة اللي هي مكملة الألف من المجموعة الشاملة هو. هتقاطعهم مع بعض، هتاخد الحتة اللي هي الحمراء والخضراء، الحتة الحمراء والخضراء هي الجزئية ديت كده، اللي اسمها لام باء فرق الألف. معناها إيه اللي موجود في الباء ومش موجود في الألف؟ ودي قانون بالنسبة لنا، قوانين بالنسبة لنا مهمة جدا يا شباب، لازم نعرفها ولازم نعرف نتعامل معاها بشكل كويس جدا جدا جدا. تعالوا كده نتكلم في موضوعنا بتاع اليوم، موضوع الاحتمال الشرطي. الاحتمال الشرطي، أول قانون عندنا إن أنا عندي لام ألف بشرط، العلامة دي بشرط، بشرط الباء، عبارة عن لام ألف تقاطع الباء، تقسيم دي اللي هي لام باء. بس في شرط عندك، إن المفروض اللي تحت اللي هو لام باء ده ما يساويش الصفر. لام باء لازم يكون ما يساويش الصفر، يعني المفروض إن لام باء اللي في المقام يكون أكبر من مين؟ أكبر من الصفر. ده اللي هو الاحتمال الشرطي، عبارة عن لام ألف بشرط الباء، عبارة عن التقاطع بتاعهم، تقاطعهم اللي هو لام ألف تقاطع الباء، تقسيم نعمل قسمة لام باء. دي بالنسبة لنا مهمة جدا. من ضمن قوانين الاحتمالات اللي احنا خدناها، ان انا عندي لام ألف، الاحتمال بشكل عام ينحصر بين صفر وواحد، يعني أصغر قيمة من قيم الاحتمالات هي صفر، وأكبر قيمة من قيم الاحتمالات هي موجب واحد. هنا لما أجي أقول أصغر قيمة للاحتمال تساوي صفر، بعدها أكبر قيمة للاحتمال هي موجب واحد. طبعا ممكن الاحتمال يكون عندك نص، يكون ربع، يكون 75%، يكون 85%، ما ينفعش الاحتمال يطلع بعدد سالب. نفس القصة بالنسبة للاحتمال الشرطي، إن أنا عندي لام ألف بشرط الباء، نفس القصة، لازم يكون أكبر من أو يساوي الصفر وأقل من أو يساوي الواحد. تنطبق عليها نفس شروط قوانين الاحتمالات. من ضمن القوانين اللي عندنا، إن أنا عندي لام فاء بشرط الباء، يبقى ده تساوي التقاطع بتاعهم، لام فاء تقاطع الباء، تقسيم لام باء. لام فاء تقاطع الباء، فاء المجموعة كلها اسمها المجموعة الشاملة، هي المجموعة التي لا تحتوي على كل العناصر. لما تعملها تقاطع مع باء هتديك الباء، لام باء تقسيم لام باء، تقسم ده على ده يعطيك مين؟ يعطيك واحد. تعال نشوف مع بعض، عندنا بعض الملاحظات بالنسبة للجزئية دياتي. احنا قلنا لام ألف بشرط الباء عبارة عن لام ألف تقاطع الباء تقسيم لام باء. طب لما أجي أقول لام باء بشرط الألف،
يبقى دي عبارة عن لام ب تقاطع الألف تقسيم لام ألف. أول حاجة لاحظتها لما أجي أقارن القانون ده بالقانون ده، اللي فوق عندك لام ألف تقاطع الباء هو هو لام باء تقاطع الألف. طب اللي تحت إن لام ألف ما تساويش لام باء، يبقى أستنتج أول حاجة بالنسبة لي أستنتجها إن لام ألف بشرط الباء مش أما تساوي لام باء بشرط الألف. دي مهمة جدا بالنسبة لنا يا شباب. من ضمن القوانين اللي عندنا بتاعت الاحتمالات، تعالوا كده نشوف جزئيتين. عندي أنا عندي لام ألف شرطة بشرط الباء، نفس القانون اللي خدناه هناك بتاع اللي هو لام ألف شرطة عبارة عن واحد ناقص لام ألف، يبقى ده يكون واحد برضه ناقص لام ألف بشرط الباء. تعالوا كده ننتقل لجزئية تانية. إن أنا عندي لو أنا عندي لام ألف الحذفان مستقلان، ودي ليها قصة بعدين. لام ألف تقاطع الباء عبارة عن لام ألف مضروبة في لام باء، دي مهمة جدا بالنسبة لنا. تعالوا نشوف بعد كده عندنا. دي بالنسبة لمجموعة القوانين، إن إحنا ممكن نستنبط من هنا بعض القوانين. إن أنا كتبت لك فوق إن أنا عندي لام ألف بشرط الباء، أهو دي عبارة عن لام ألف تقاطع الباء تقسيم لام باء بشرط إن لام باء ما يساويش الصفر، أضرب طرفين في وسطين، هتكون عندك لام ألف تقاطع الباء عبارة عن لام ألف بشرط الباء مضروبة في لام باء. ودي بالنسبة لنا مهمة جدا جدا جدا. خلاص يا شباب؟ تعالوا كده ننتقل بالنسبة لنا لجزئية تانية عندنا، نشوف نتعامل معاها ازاي، ناخد مثال على الموضوع دوت ونشوف نحل عليها ازاي. هنا قال لك ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة. لما ترمي حجر النرد عندك بشكل عام، يبقى أول حاجة تكتب فضاء العينة. فضاء العينة هي مجموعة النواتج الممكنة للتجربة العشوائية. هيطلع عندك واحد أو اثنين أو ثلاثة اللي هو ظهر الطاولة. العناصر ده تطلع عندك واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة. أوجد احتمال ظهور العدد اثنين، علما بأن العدد عدد زوجي، علما بأن يعني معناها بشرط. يعني أنا عايز احتمال، شوف خلي بالك معايا صيغة السؤال تكون كده. ظهور العدد اثنين بشرط، ده معناها بشرط يعني معناها دي العلامة ديت. إن العدد ده تفسير السؤال أو تحليله، العدد الظاهر زوجي. لما أحب أجيب أنا عندي ألف احتمال ظهور العدد اثنين، أدي اثنين. عنصر واحد ظهر عندي. يبقى أنا عايز أجيب لام ألف عنصر واحد، يبقى واحد على ست، واحد من ست عناصر. رقم ب العدد الظاهر عندك زوجي، الزوجة هتبقى اثنين وتبقى أربعة وتبقى ستة. طب أنا عايز أجيب لام ب تساوي ثلاثة على ست، ده سميته ألف وده سميته ب. أنا عايز أجيب مين؟ الاحتمال الألف بشرط الباء عبارة عن التقاطع بتاعهم لام ألف تقاطع الباء تقسيم لام باء. طبعا ما انساش ان اكتب ان لام باء لازم المقام ده ما يساويش مين؟ ما يساويش الصفر. وفي نفس الوقت لازم يكون عندك لام باء يكون اكبر من مين؟ من الصفر، يعني ما ينفعش يطلع بعدد سالب. تعال طبق لي هذا القانون تطبيق مباشر. لام ألف بشرط الباء، لام ألف تقاطع الباء، لسه ما جبتش انا لام ألف تقاطع الباء. في الاول محتاج اجيب كده، ادي ألف تقاطع الباء اهو، ادي ألف تقاطع الباء، ادي ألف اعمله تقاطع مع الباء هيديك العنصر اثنين. طب انا عايز اجيب كده لام ألف تقاطع الباء، كم عنصر طلع جوه المجموعة؟ عنصر وحيد، يبقى الاحتمال بتاعه واحد تقسيم ستة، يعني واحد ده عنصر واحد على ستة، يعني العنصر عدد العناصر الموجودة جوه المجموعة عنصر واحد تقسيم مجموعة النواتج الممكنة كلها للتجربة العشوائية اللي هي ستة، يبقى واحد على ستة. لام ألف تقاطع الباء تعطيك واحد على ستة، تقسيم لام باء تعطيك ثلاثة على ستة. تختصر طبعا هتكون عندك لام ألف بشرط الباء هتكون عندك واحد على ثلاثة، يبقى أنت جبت الناتج عندك بهذا الشكل. ديت لام ألف بشرط الباء، وده مثال مهم جدا بالنسبة لنا يا أبطال، حبينا نوضح بيه الجزئية دي كيف أتعامل معاها وكيف أحلها. تعال ننتقل لمثال تاني عندنا، خلي بالك معايا، قال لك إذا كان ألف وباء حذفين من فضاء العينة فا، بحيث كان عندك لام ألف تساوي 45%، ولام باء تساوي 6/10، ولام باء بشرط الألف تساوي 8/10. أول حاجة عايزك تجيب لي لام ألف تقاطع الباء. لام ألف تقاطع الباء تيجي من نتيجة من القانون دوت اللي عندي. تعال نشتغل على القانون دوت كده اللي عندي. أنا عندي لام باء بشرط الألف، القانون بتاعها لام باء تقاطع الألف تقسيم لام ألف بشرط إن يكون عندك لام ألف ما يساويش الصفر، ولام ألف لازم يكون أكبر من مين؟ أكبر من الصفر. لام باء بشرط الألف عندك هتكون كام؟ 8/10 تساوي لام ألف تقاطع الباء، أدي لام باء تقاطع الألف. ملاحظة، لام باء تقاطع الألف هي هي لام ألف تقاطع الباء.
التقاطع عملية إبدالية، يبقى ممكن نكتبها ملاحظة هنا عشان الناس ما تضيعش، لام ألف تقاطع الباء تساوي لام باء تقاطع الألف. دي مهمة جدا بالنسبة لنا يا شباب. لام ألف عندي بكام؟ بخمسة وأربعين من مية. طبعا دي على واحد، اضرب لي طرفين في وسطين عندك، هتكون عندك النتيجة لام باء تقاطع الألف تساوي 8 من عشرة، اضربها لي في كام؟ في 45 من 100، وهات الناتج عندك باستخدام الآلة الحاسبة، هتكون عندك النتيجة 36 من 100. دي أول جزئية، دي رقم واحد. رقم اثنين، أنا عايز أجيب لام أ اتحاد الباء، القانون بتاعها لام أ اتحاد الباء هو، لأن عندك الحدفان غير متنافيان عشان في تقاطع بينهم، دي عبارة عن لام أ زائد لام باء ناقص لام أ تقاطع الباء، وعوض ده القانون بالنسبة لك، وعوض فيه تكون حافظ القانون طبعا، وتعوض لي في القانون تعويض مباشر. لام أ عندك ب 45 من 100 زائد لام باء عندك بكام؟ ب 6 من 10 ناقص لام أ تقاطع الباء ب 36 من 100، كل هذا الكلام عندك هتساوي 69 من 100. تعالوا كده ننتقل لرقم ثلاثة بالنسبة لنا. أنا عايز أجيب لام أ بشرط الباء اللي أنا عايزها، القانون بتاعها هنكتبه لام أ تقاطع الباء تقسيم لام باء، بشرط إن لام باء ده ما يساويش الصفر. لام أ تقاطع الباء عندك بكامل هي لام باء تقاطع الألف اللي جبتها أنا فوق 36 من 100 تقسيم لام باء موجودة عندي بستة من عشرة، هتكون عندك النتيجة ستة من عشرة. تعويض مباشر كلها بالنسبة لي، أحفظ القانون وعوض في القانون تعويض مباشر بالنسبة لنا يا شباب. تعالوا كده ننتقل لرقم أربعة. رقم أربعة هو أنا عايز أجيب لام باء شرطة بشرط الألف، نفس القصة، دي لام باء شرطة تقاطع الألف تقسيم لام ألف. لام باء شرطة تقاطع الألف دايما نبدأ بالعدد اللي ما فيهش شرطة، كيف؟ القانون بتاعه لام أ ناقص لام أ تقاطع الباء تقسيم لام أ، يبقى لام باء شرطة تقاطع الألف عبارة عن لام أ نبدأ بالعدد اللي ما فيهش شرطة ناقص لام أ تقاطع الباء. لام أ عندك بكام؟ لام أ عندك 45 من 100 ناقص لام أ تقاطع الباء عندي بكام؟ 36 من 100 تقسيم لام ألف عندي بكام؟ بخمسة وأربعين من مية. نختصر كل هذا الكلام تعطيك النتيجة واحد على خمسة بالحاسبة، يعني الناتج يساوي اثنين من عشرة. وأهم حاجة إن أنا كيف أطبق القوانين ديات وكيف أستوعبها وكيف أفهمها فهم جيد بالنسبة لي يا شباب. تعالوا كده ننتقل لجزئية تانية بالنسبة لنا، الموضوع الاحتمال الشرطي. معطيك أدي مثال، بقول لك أدي الحالة، عندي عدد الأشخاص، في هنا رجل وفي امرأة. الراجل اللي هو يلبس نظارة عددهم 800، واللي هو مش هيلبس نظارة عددهم 600. الامرأة اللي تلبس نظارة عددهم 400، اللي هي لا تلبس نظارة عددهم 200. احسب أن تكون امرأة، احتمال أن تكون امرأة، واختيرت عشوائيا تلبس نظارة. يبقى المطلوب أنا عايز مين؟ خلي بالكم معايا يا شباب. أنا عايز احتمال أن تكون عندي امرأة بشرط، اللي معناها بشرط كده، تلبس نظارة. ممكن أسمي دي ألف وأسمي دي باء. أول حاجة أنا محتاج أجيب لام أ بشرط الباء. أتعامل مع دي إزاي؟ دي عبارة عن لام أ تقاطع الباء تقسيم لام باء. لام باء اللي هي ديت. بشرط طبعًا إن لازم عندك لام باء ده ما يساويش الصفر، وفي نفس الوقت لام باء يكون أكبر من مين؟ من الصفر. تعال نشوف مع بعضينا، نجيب الألف ونجيب الباء الأول. أول حاجة أنا أجيب لام أ تقاطع الباء. مين هم أ تقاطع الباء؟ اللي هي امرأة وفي نفس الوقت بتلبس نظارة، ادي امرأة وفي نفس الوقت بتلبس نظارة، عددهم كام؟ 400. دي بالنسبة لي 400. تقسيم المفروض ان انا المفروض اعد عدد النواتج بتاعت العينة كلها، تقسيم العدد الكلي، العدد الكلي لمجموعة النواتج. فالمفروض انا في الأول أجيب مجموعة النواتج، أجيبها ازاي؟ تعال نشوف كده مع بعض. تعال نعد دول مع بعض. هنعد دول مع بعض، هنعمل خانة كده أهو ونكمل كده أهو. هنلاقي دول عندك كام؟ 1200. لما اعد طبعا هلاقي 1800، هنا كده نعمل 800، وهنا كده 400، هلاقي هنا 1200، دول 600، وهنا 200، هلاقي هنا 800. لو جمعت افقي نفس الراس كيف يا شباب؟ جمع لي دول يعطيك 2000، جمع لي دول يعطيك 1400، جمع لي دول يعطيك 600. لو جمعت دول مع بعض
هيدوك 2000. لو جمعت دول مع بعض يعطوك 2000. يبقى نقدر نقول عدد الاشخاص كلهم موضوع الدراسه في العينه هم 2000 شخص. يبقى نقدر نكتب ملاحظه ان عدد الاشخاص موضوع الدراسه يساوي 2000 شخص. يبقى دي طبعا لام باء. تعال نشوف كده مع بعض. دي دول بالنسبه لنا 2000 شخص. لام باء احنا قلنا جبنا التقاطع بتاعهم، التقاطع اللي هم مين؟ خلي بالكم معايا يا شباب. التقاطع بالنسبه لنا انا قلنا لام الف تقاطع الباء اللي هم طلعوا 400 اللي هم امراه وتلبس نظاره. تقسيم المجموع الكلي، تقسيم المجموع الكلي اللي هو 2000. هنا تقسيم. هات لي لام باء. لام باء اللي هم مين؟ اللي بيلبسوا نظاره، في اللي بيلبس نظاره سواء كان رجل او امراه. هذا اللي بيلبس نظاره هو، اللي هم دول. عددهم 1200. بين عددهم 1200 تقسيم 2000 تساوي اختصر ضرب الحاسبه يعطيك الناتج 1/3. في ناس بتحل دي بطريقه مختصره بس انا حبيت اوضح لك الحل بالتفصيل. بتحل بطريقه مختصره ازاي؟ فين لما الف تقاطع الباء؟ الف اللي هو امراه وتلبس نظاره، ادي امراه وتلبس نظاره، عددهم كام؟ 400، ادي 400. تقسيم لام باء، لام باء اللي هم مين؟ اللي بيلبسوا نظاره، اللي بيلبسوا نظاره اللي عددهم كام؟ 1200. يبقى 400 تقسيم 1200 مباشره. بس ده الحل الدقيق والحل الصحيح 100% لان اللام الف تقاطع باء عباره عن لام الف تقسيم عدد تقسيم نون فاء، نون الف على نون فاء، يعني عدد النواتج بتاعت الالف تقسيم عدد عناصر جميع النواتج الممكنه للتجربه العشوائيه. طب لو حبيت اغير انا قلت لك هات لي لام، عايزك تجيب لي لام احتمال رجل وفي نفس الوقت لا يلبس نظاره. هنحل كده بالطريقه الثانيه، شوف مين استوعب معايا الطريقه اللي انا قلتها. فين الرجل وفي نفس الوقت مش بيلبس نظاره؟ هجيب التقاطع بينهم. هذا رجل وفي نفس الوقت مش بيلبس نظاره، عددهم كام؟ 600. تقسيم اللي هو مش بيلبس نظاره عددهم كام؟ اللي مش بيلبس نظاره عددهم 600 ولا 200 800. واختصر طبعا ده بالحاسبه. هتكون عندك الناتج 3/4. طب لو قلت لك هات الاحتمال لام رجل او امراه. بشرط ان هي تلبس نظاره. تعال نشوف مع بعض. رجل او امراه يبقى اخد الاثنين مع بعض. الرجل او امراه بالنسبه لي تعال نشوف عاداتهم كده، ادي رجل وادي امراه اهو. لو خدتهم كده مع بعض ادي رجل وادي امراه هلاقيهم كلهم كام مع بعض؟ الرجل او الامراه هو هذول مع بعض 1200 مع اللي بيلبس نظاره. يعني الرجل او امراه مع اللي بيلبس نظاره في الاول، الرجل وامراه مع اللي بيلبس نظاره عاداتهم 1200. تقسيم اللي بيلبس نظاره، اللي بيلبس نظاره عدوا معاها تلاقيهم 1200. تعطيك النتيجة 1. وهكذا بالنسبة لنا يا شباب. يبقى أنا أعطيتك حاجة وعايزين نشيك مع بعضنا بحيث نتأكد إنك أنت فهمت الجزئية دياتي 100% وإنك أنت حفظت القانون. تعال ناخد مثال فعلي كده على الجزئية ديت نشوف نتعامل معاه كيف، خلي بالكم معايا يا أبطال. آدي مثال، بيقول لك أنت عندك حقيبة فيها 10 كرات بيضاء و15 كرة حمراء. سحبت كرتان عشوائيين على التوالي، يعني في المرة الأولانية سحبت كرة والمرة الثانية سحبت كرة. دون إحلال. يعني دون ارجاع، يعني سحبت الكوره ورميتها برا الصندوق او برا الحقيبه. ما هي احتمال ان تكون الكرتان بيضاويتان واحتمال ان تكون الكرتان حمراوان؟ اول حاجه مع بعض، انت سحبت كوره، نفرض ان الف دي حدث ان تكون الكوره المسحوبه بيضاء، المسحوبه بيضاء، وباء حدث ان تكون الكوره المسحوبه حمراء. تعالوا كده مع بعض نعمل كده، ادي البيضاء وادي الحمراء. البيضاء عددهم كام؟ الاحتمال بتاع البيضه الاولانيه لو انت سحبت 10 مجموعهم كلهم كام؟ 25، يبقى دي 10/25، دي بالنسبه للحاله الاولانيه. طب الحمراء، الحمراء عددهم كام؟ 15، يبقى 15 تقسيم الكلي 25، ده اول حاله. دي في حاله السحب الاولانيه، يا سحبت هي طلعت 10/25 يا طلعت 15/25. طب نفترض هسحب انا هنا كده، هسحب واحدة هنا كده بيضة وهسحب واحدة هنا كده حمراء، هنا هسحب واحدة بيضاء وهسحب واحدة حمراء. خلي بالكم معايا يا شباب، البيضة بالنسبة لي أنا هنا سحبت كورة، سحبت كورة من مين؟ بالنسبة لي هنا سحبت كورة من المجموع كله، يبقى الناتج اللي تحت هنا عندك، وسحبت واحدة من هنا، افترض أسحب واحدة من هنا وأنا ساحب واحدة أصلا من هنا، هتبقى دي عندك 9/24. ده اول واحده. طب الحمراء عندك
الحمراء انا ما سحبتش من الحمراء، انا شغله كله على البيضه، يبقى الحمراء قاعده زي ما هي اللي هي كام 15. بس انا سحبت واحده من اصل الكل من هنا، من العينه كلها، تبقى 15 على 24. طب تعال نشوف الحمراء، البيضه انا ما سحبتش منها، يبقى البيضه اصلا من 10 قاعدين. بس ال 10 قاعدين منين؟ من 24، لان فوق انا سحب واحده. بالنسبه للحمراء تعال نشوف الحمراء، الحمراء انا سحبت واحده، يبقى تكون عندك 14 على مين؟ على 25 اللي هو المجموع الكلي. خلاص كده يا شباب فهمنا الجزئيه ديت؟ تعال نشوف مع بعض هقولها تاني. بالنسبه هنا الحمراء بالنسبه لك انت، هنا انت سحبت بيضه، يبقى الحمراء قاعده زي ما هي، بس انت سحبت واحده من الاصل من المجموع الكلي ب 24. بالنسبه للحمراء تحت، الحمراء تحت انا سحبت واحده هنا اصلا، ال 25 موجودين في الحاله الثانيه، يبقى انا سحبت واحده تبقى 14. بالنسبه للبيضه عندك انت سحبت واحده هنا بيضه، سحب واحده هنا بيضه، يبقى مسحوب واحده من هنا واحده من هنا، لما اسحب الثانيه يبقى هنا دي تصير 9 وتصير دي 24. بالنسبه للحمراء، بالنسبه للبيضه عندك هتبقى دي 10، لان سحبت المسحوب اصلا حمراء، يبقى ال 10 موجودين، بس انا سحب واحده من الاصل يبقى هنا 24. تعال نشوف كده مع بعض نتعامل مع دي ازاي يا ابطال، خبركم معايا ونحل دي ازاي. اول حاجه قال لك انت عايز تجيب لام، لما تكون عندك الكرتان بيضاويتان، عباره عن البيضه تضربها في البيضه، يبقى البيضه بالنسبه لنا كام؟ تعال نشوف كده مع بعض، دي ضرب دي 10 على 25 مضروبه في 9 على 24، يبقى لام لما يكون الكرتان بيضاويتان تساوي، اختصرها دي هتكون عندك 3 على 20. ده الحل بتاعنا احنا من خلال الرسم، لكن لو عايز الحل من غير الرسم، ان انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب لام باء بشرط الالف. كيف لام باء بشرط الالف؟ قال لك انا عايزك تسحب لي الكرتين يكونوا ايه؟ يكونوا بيضاويتان، يعني الكره الثانيه بيضه بشرط ان الاولانيه بيضه. خلاص؟ الكره الثانيه بيضه بشرط ان الاولانيه بيضه، يبقى دي عباره عن لام باء تقاطع الف تقسيم لام الف يا شباب. انا عايز اجيب هنا التقاطع بتاعهم، تعال نشوف كده مع بعض اجيب دي ازاي. يبقى ده عندك هتكون 9 لام باء تقاطع الالف، فين لام باء تقاطع الالف؟ اللي هي 9 على 24، اللي هي سحب الكوره الثانيه بيضه بشرط ان الاولانيه تكون بيضه، اللي هي دي 9 على 24 تساوي لام باء تقاطع الالف تقسيم لام الف، لام الف اللي هي اصلا بكام؟ اللي هي ب 10 على 25. يبقى انت عايز تجيب لام باء تقاطع الالف تساوي 10 على 25 مضروبه في 9 على 24، تديك النتيجه 3 على 20. وممكن انا ما اشتغلش بالقانون ده عشان شايف القانون ده صعب شويه بالنسبه لبعض الطلبه. لا، نشتغل من خلال الرسم، لو انت استوعبت الرسم حل من خلال الرسم. طب لو انت عايز تجيب اللام حمراوتان، كرتان حمراوتان. فين الحمراوتان؟ الحمراء ضرب الحمراء. يبقى 15 على 25 ضرب 14 على 25. واختصر هتكون النتيجه عندك 42 على 125. دي بالنسبه لنا يا شباب. يا رب نكون فهمنا الجزئيه دياتي واستوعبناها كويس جدا. تعال نطبق نفس الموضوعات اللي عندنا يا شباب. يلا كده مع بعض. بيقول لك انا عندي 100 طالب يدرس 100 طالب في احد المعاهد التعليميه لتدريس اللغات. خلي بالكم معايا يا شباب. اذا كان عدد الدارسين في اللغه الانجليزيه، لو جيت عملت رسمه كده عشان بس اوضح بيها الجزئيه عشان نستوعبها 100% معايا. المعهد كله عدده 100. هذا عدد الطلاب اللي بيدرسوا انجليزي، وهذا عدد الطلاب اللي بيدرسوا فرنساوي. اللي بيدرسوا انجليزي كلهم 60 والفرنساوي 50. واللغتين معا، ادي اللغتين معا، ادي 35. طب الجماعه اللي بيدرسوا انجليزي 35، عددهم كلهم 60. يبقى 60 نقص منها 35 يعطيك الباقي هنا 25. دول اللي بيدرسوا انجليزي بس. لكن اللي بيدرسوا انجليزي مع فرنساوي 35 مجموعهم كلهم 60. هنا 35 اللي بيدرسوا فرنساوي كام؟ 50، يبقى هنا 15. طب جمع دول كلهم اطرحهم من 100 لان العدد كله عندك 100. دول 50 65 يبقى الباقي هنا 35. دي بالنسبه لنا. سمي دي الف، الاي دي سميها الف ودي سميها باء. يبقى اجي اقول هنا هفرض ان انا عندي عدد الطلاب كلهم 100 طالب. هنا عدد الطلاب كلهم يساوي 100 طالب. خلي بالك معايا، عدد الدارسين للغه الانجليزيه، عدد الدارسين للغه الانجليزيه تساوي 60. وعدد الدارسين للغة
الفرنسية تساوي 50، مظبوط؟ ولما يدرسوا معا عددهم 35 زي ما احنا شايفين. دول مش لما يدرسوا خالص، لما يدرسوا انجليزي ولا فرنساوي. تعال ناخد اول جزئية عندنا، رقم ألف قال لك احتمال ان يكون الطالب درسا احدى اللغتين على الاقل. يعني ايه؟ يعني يدرس انجليزي، يدرس فرنساوي، يدرس الاثنين مع بعض. دي عباره عن ايه؟ طبعا اللي يدرسوا دول انجليزي هسميهم الف، يبقى هجيب لام الف. لام الف عدد اللي يدرسوا انجليزي كام؟ 60. واللي يدرسوا فرنساوي اسمهم باء، لام باء 50. طبعا لام الف اسف تبقى 60 على 100، ما انساش 60 تقسيم المجموع الكلي. لام باء 50 على 100. طب لما يدرسوا الاثنين مع بعض اللي هو لام ألف تقاطع الباء، ده تحليل مسألة بس بالنسبة لنا في الأول. لام ألف تقاطع الباء عندك اللي هي 35 على 100، ودي مهمة جدا بالنسبة لنا يا شباب. أول حاجة قال لك أنا عايز أجيب احتمال أن يكون الطالب يدرس إحدى اللغتين على الأقل، زي ما أنا قلت يدرس إنجليزي يدرس فرنساوي يدرسهم الاثنين مع بعض. احتمال أن يدرس الطالب إحدى اللغتين على الأقل. دي عبارة عن إيه؟ تعالوا نشوف كده مع بعض يا شباب. دي عبارة عن لام ألف اتحاد باء. دي عبارة عن هيكون عندنا كالآتي: لام ألف، اكتب معايا كده بالورقة والقلم، زائد لام باء ناقص لام ألف تقاطع الباء تساوي لام ألف اللي عندنا كانت 60 على 100، لام باء كانت 50 على 100، ناقص لام ألف تقاطع الباء 35 على 100. اختصر كل هذا الكلام تعطيك النتيجة كلها 75 على 100. يبقى أنت عايز تجيب لام ألف اتحاد باء عبارة عن 75 من 100. جبت ديت عندنا. تعال نجيب بعد كده رقم باء أو رقم 2. قال لك الطالب هيدرس اللغة الإنجليزية إذا كان دارسا للغة الفرنسية. يبقى احنا قلنا الجماعة بتوع الإنجليزي دول ألف، وبتوع الفرنساوي دول باء. قال لك انا عايزك تجيب الاحتمال ان الطالب بيدرس اللغه الانجليزيه، يبقى دي الف. اذا كان دارسا للغه الفرنسيه، يبقى دي باء. يبقى لام الف بشرط الباء. القانون بتاع دي ابطال عباره عن لام الف تقاطع الباء تقسيم لام باء اللي هي ديت. لام الف تقاطع الباء، تعال نشوف كده مع بعض. التقاطع هي الحته المشتركه اللي بينهم اللي قلنا عليها اللي هي 35 على 100. تقسيم هنا تقسيم لا ننسى. لام باء اللي هي كام؟ اللي هي 50 على 100 الجماعه بتوع الفرنساوي. ونجيب الكلام ده كله بالحاسبه، هتكون عندك 50. دي بالنسبه لنا لام الف تقاطع الباء. تعال نشوف كده مع بعض. لام الف تقاطع الباء احنا قلنا عليها 35 على 100، مظبوط. تقسيم لام باء اللي هي كام؟ بالنسبه لنا اللي هي 50 على 100، هتكون عندك النتيجه الصح كده 35 على 50، هتكون عندك 7 من 10. رقم 3، أنا عايز أجيب بالنسبة لي الطالب إذا كان دارسا للغة الفرنسية، يبقى دي لام. الفرنسية إحنا قلنا عليها اللي هي باء. إذا كان أصلا دارسا للغة الإنجليزية، يبقى دي ألف. القانون بتاع دي يا شباب لام باء تقاطع الألف تقسيم لام ألف. لا ننسى طبعا وإحنا بنكتب هذا القانون نقول له لام ألف ما تساويش الصفر، ولام ألف تكون أكبر من الصفر. دي في حالة المراجعات النهائية تنقصك نص درجة، يعني ما تخليكش تاخد الدرجة الكاملة في الإحصاء. ده اسمه شرط من ضمن شروط الحل، لازم اكتبه عشان اأكد ان انا فاهم 100%. لام باء تقاطع الالف اللي هي 35 على 100 تقسيم لام الف اللي هي كام؟ اللي هي 60 على 100. دول بتوع مين التقاطع؟ دول بتوع اللغه الانجليزيه، تساوي 35 على 60، تكون عندك 7 على 12 تساوي 583 من 1000. رقم 4، كده خلاص احنا خلصنا المساله ديت يا شباب، واظن نكون استوعبناها وفهمناها 100%. تعالوا كده ننتقل لمسألة تانية بالنسبة لنا يا شباب، خلي بالكم معايا. يصوب لاعبان ألف وباء في وقت واحد نحو هدف ما، إذا كان احتمال أن يصيب اللاعب ألف. عندي لام ألف أهو، نركز نكتب المعلومات عندنا زي ما أنا بعمل بالظبط كده. احتمال ألف تساوي 2 على 5، ولام باء تساوي احتمال أن يصيب اللاعب باء 1 على 4، واحتمال أن يصيب اللاعبان معا. خد بالك معايا، معا تعني تقاطع، وأو تعني اتحاد. دي معلومة مهمة جدا بالنسبة لنا في الإحصاء. تمام؟ مع يعني الحتة المشتركة، أو يعني تاخدهم كلهم، على الأقل تاخدهم كلهم. يبقى أنا عايز أجيب لام ألف تقاطع الباء عبارة عن 1 على 10. رقم ألف، يلا كده اللي فهم السؤال السابق المفروض يحل السؤال ده مع نفسه خلاص. احتمال إصابة الهدف ألف
يبقى ألف ده هيتصاب منين؟ يتصاب من ألف يتصاب من باء، يبقى لام ألف اتحاد الباء. وطبق عندك تطبيق مباشر بالنسبة للقانون، لام ألف زائد لام باء ناقص لام ألف تقاطع الباء. لام ألف عندي بكام يا شباب؟ 2 على 5 زائد لام باء بواحد على 4 ناقص التقاطع بواحد على 10، والكلام ده كله بالحاسبة هتكون عندك 11 على 20 يعني 55%، دي رقم ألف. تعال ناخد رقم باء بالنسبة لنا كده هو. احتمال إصابة الهدف من اللاعب ألف إذا تم إصابته من اللاعب باء، يبقى دي لام ألف بشرط الباء القانون بتاعها عبارة عن لام ألف تقاطع الباء تقسيم لام باء اللي هي الثانية، بشرط إنه يكون عندك لام باء دوات ما يساويش الصفر، ولام باء يكون أكبر من الصفر. ده القانون بالنسبة لنا. تعال نحل عليه كده ونشوف اتعامل معاه ازاي. خلي بالكم معايا يا شباب، انت عايز تجيب كده لام ألف بشرط الباء عبارة عن لام ألف تقاطع الباء تقسيم لام باء. لام ألف تقاطع الباء اللي عندك دي بكام؟ بواحد على 10 موجود عندك، تقسيم لام باء اللي هي بواحد على 4 هتكون عندك النتيجة لام ألف بشرط الباء تطلع بأربعة على 10 يعني 4 من 10. وجبت أنا كده بهذا القانون. رقم جيم أنا عايز أجيب لام باء إذا تمت إصابة الهدف من اللاعب باء، يبقى دي لام باء إذا تمت إصابته من اللاعب ألف، لام باء بشرط الألف القانون بتاعها، يبقى دي عبارة عن لام باء تقاطع الألف تقسيم لام ألف. ولا ننسى نكتب الشرط يا شباب بالنسبة لنا، إن أنا لام ألف لا يساوي صفر، أو لام ألف يكون أكبر من مين؟ أكبر من الصفر. أتعامل مع دي بشكل عام أهو، طبق القانون تطبيق مباشر، لام باء بشرط الألف. أول واحدة واحد على 10 ناقص لام ألف، لام ألف أنا كنت جبتها بكام؟ باتنين على 5. اختصر طبعا الكلام ده كله مع بعضيه، هتكون عندك 25% باستخدام الآلة الحاسبة. يا رب نكون فهمنا الجزئية ديت يا شباب واستوعبناها استوعاب كويس جدا بالنسبة لنا. تعالوا كده آخر مثال بالنسبة لنا عشان نقفل الجزئية بتاعت الاحتمال الشرطي بتاعت اليوم يا شباب. خلي بالكم معايا، أول حاجة بقول لك هنا كده في المثال الجديد، إذا كان عندك لام ألف شرط تساوي 4 من 10 ولام باء تساوي 5 من 10 ولام ألف اتحاد باء تساوي 8 من 10، هات لي قيمة لام ألف بشرط الباء شرط. أول حاجة بالنسبة لي أنا عندي لام ألف شرطة عبارة عن القانون بتاعها، لازم أكتب القانون بتاعها عشان أجيب منها لام ألف، 1 ناقص لام ألف، يبقى ينفع أقول إن أنا عندي لام ألف عبارة عن 1 ناقص لام ألف شرطة، هتكون عندك 1 ناقص 4 من 10 هتكون عندك 6 من 10. جبت دي كده. أهم حاجة إن أنا أشيل الشرطات بالنسبة لي. أتعامل مع القانون ده إزاي؟ أنا عايز أجيب لام ألف بشرط الباء شرطة هو. دي عبارة عن إيه القانون اللي إحنا لسه واخدينه بالنسبة للاحتمال الشرطي؟ لام ألف تقاطع الباء شرطة تقسيم لام باء شرطة. خلي بالكم معايا يا شباب، نتعامل مع دي إزاي؟ قلنا ساعة ما أجيب القانون دوت أكتب وأذكرك باللي أنا قلته، أكتب اللي ما فيهاش شرطة وبعد كده اكتب التقاطع بتاعهم بدون شرطه. يعني القانون ده عباره عن لام الف اهو، خدت اللي ما فيهاش شرطه ناقص التقاطع بتاعهم بدون شرطه، لام الف تقاطع الباء تقسيم لام باء شرطه اللي هي 1 ناقص لام باء تساوي عندك ديت لام الف بشرط الباء شرطه تساوي بالنسبه لنا لام الف انا جبتها عندي بكام؟ ب 6 من 10 ناقص لام الف تقاطع الباء انا لسه ما جبتهاش، خليها كده على جنب اهو، لام الف تقاطع الباء يبقى انا محتاج دياتي، بس انا بعمل تحليل المسألة عشان تستوعب معايا جزئيه جزئيه. 1 ناقص لام باء بالنسبه لنا ب 5 من 10، يبقى انا محتاج اجيب مين؟ لام الف تقاطع الباء. ركز معايا كده، انا محتاج اجيب لام الف تقاطع الباء بالنسبه لي. تعال شوف اجيبها ازاي. انا عندي لام الف اتحاد باء، وعندي لام الف، وعندي لام الف تقاطع الباء، دي ليها قانون كنا ذكرناه ان انا عندي لام الف تقاطع الباء عبارة عن لام ألف زائد لام باء ناقص لام ألف اتحاد الباء. وينفع هذا القانون هنا يكون تقاطع وهنا يكون اتحاد، وينفع هنا يكون اتحاد وينفع هنا يكون تقاطع. طب أنا عايز أجيب بالنسبة لي لام ألف تقاطع الباء يا شباب. لام ألف عندي بكام؟ لام ألف أنا جبتها في الأول بستة من عشرة زائد لام باء موجودة بالنسبة لي جاهزة خمسة من عشرة ناقص الاتحاد موجودة بالنسبة لي بعدها بثمانية من عشرة، هتعطيك النتيجة هنا ثلاثة من عشرة. نرجع ونكمل الجزئية دي بتاعتنا في الصفحة اللي جاية. آخر حاجة احنا وصلنا لها بالنسبة لنا يا شباب، أنا عايز أجيب لام ألف بشرط الباء شرطة تساوي 6 من 10 احنا قلنا ناقص لام ألف تقاطع الباء
تقسيم 1 ناقص 5 من 10 ده اخر حاجه احنا كنا وصلنا لها ساعه ما كنا عايزين نجيب لام الف تقاطع الباء، ولام الف تقاطع الباء جبناها طلعت ب 3 من 10، اعمل تعويض مباشر ب 6 من 10 ناقص شيل دي عوض لي عنها ب 3 من 10 على 1 ناقص نص تعطيك نص، هتعطيك النتيجه 3 من 10 على 5 من 10 بالحسبه 3 على 5 تكون عندك الناتج 6 من 10. وبهذا المثال يا شباب نكون احنا وصلنا لنهايه فيديو اليوم. إذا أعجبت بالفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد يوميا من خلال القناة. ننتظر دعمكم في قناة المنقذ التعليمية لتقديم خدماتنا التعليمية وكل جديد بالنسبة لطلاب جميع المراحل التعليمية الدراسية. في قناة المنقذ التعليمية ننتظر دعمكم، وشير في الخير وشير بالنسبة لزمايلك الطلاب والطالبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.